وهو أحد عدائي العرب وصعاليكهم، ويقال إنه مر على الغول، والعرب تزعم هذا وهو في الجاهلية، ومر على الغول فقتله، يعني ثابت قتل الغول، ثم وضعه تحت إبطه ثم ألقاه بين أقرانه فقالوا له لقد تأبطت شرا، وقيل روايات أخرى. وأيا كان الأمر فهو دلالة على جبروته يعني. وهذا فيما يظهر كان في العرب ما يسمى بالصعاليك، وهؤلاء فيهم قوة وعدو، يعني لولا أن الأخبار الأدبية تضافرت على نقله لما كنا نصدقه. قد عدمنا خيلنا إن لم يرينا، هي تدير النقع في البعاد هنا، من يبارينا العشنة لا غزينا، من على اكتافها حنا انتذنا.